ساعتين 11 دقيقة على يفهم محلى رجو. هذه العبيلة تجيكم انت وحتى للثلاثة نتاع العشية. مساء الخيرات، مساء الانوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن. نسلم عليكم برشا، نحييكم، توحشكم برشا بعد عطلة صغرونا كعطلة صيفية متاع جميع من زمان. رجعت لكم وليد زريات، نرحب نحب نحيي برشا هاجر حناش اللي عودتني وراجح زنقير، نقول لهم ميرسي بوكو. اليوم حلقة 3/18/2023، انطلاقة قوية اخترت انه تكون معايا اليوم الا صبري. شو بيك عملت هكا لطفي مش عليك، تكون معايا اليوم الا صبري خليفة منصور. عسلامة صبرين. عسلامة وليد، عسلامة اي اف ام، عسلامة سي لطفي. ما توحشتونيش. بونزي وليد، وين عديك السؤال مش هذاك؟ ما توحشتونيش. خلنا نعرف ساعة باش نسأل شوية شوية. خاطر سمعت برشا خيانات وراجع خير وكذا وهاجر خير. خير. تلما ما نجمش ما توحشتك، قلت ما نجي نلعب كما يجي وليد، دونك ما جيتش الجمعة. صحيت عندك بونات جاوك بها، هذيك هي الحياة، يلزم النفاق وشوية كذا وكذا. أنا في بالي زنقير هذاك علاش جيتني. هاني جايك بابا، أنت اليوم نهار نهارك فرحان برشا اليوم الكوميدي والسلطة. خلينا نعمل لك المقدمة نتاعك ساعة باش ما تقوليش تحايل وما تحايلش وكذا. بندقيات هكا سميتو الكتاب نتاعك. بندقيات اسمه بندقيات لطفي بندقه، كتاب عظيم جدا قريت منه بارتيس حقيقه. ننصحكم قويين قويين. اي اي ننصحكم تمشيو تقراو. شنو يحكي بها؟ هذا هو باش يقول لنا شنو يحكي. ريسيت بالبندق. امك صنفها. لطفي بندقه. عسلامه لطفي. عسلامه وليد. سمعت بيك قلت. انا سمعت بيك. سمعت بيك قلت اللي انا اي فاشل في التنشيط. لا مش برشا. في ترنيمة ذي. لا لا ماكش فاشل. لا لا قالوا لي ملاقا خلونا خنت نثبت معاك حاجات. كمل تونجيوبك. قالوا لي اللي انت قلت. اي نعم. اللي راجع زنقير خير، ارتحت معاه نفسانيا خير. هي انت متعبني وتحامي مع عبد الحميد قياس وعندك شلتك وتهرب وقت ما تحب تمشي تعيش في لبنان جمعتين وتخلينا وتجي، هذوما كل لميتهم لك. انا المعلومة اللي عندي ان كلكم بعتوني حتى بعبد الحميد. عبد الحميد قال هجر خير. ما تفهمش هو راجع الوحيد اللي ما بيعكس عبد الحميد. لطفي بونطقة شنو حوال؟ عايش كليت واحد برونزي اي خويا ومحليه التونيون بتاع مانشستر هذا. اي اي احمر الابيض. ماك تحب الاحمر الابيض. اه وي وانت قول وبعد تولي فصاد واش نحكي. زعما زعما. مرحبا بيك خويا مرحبا. يا عايشك يا لطفي. ما ضعفت راه وضعفت. صابرين. اي صابرين عنده زوج لقبات. اي. حاج خليفة وشنو؟ لا صابرين خليفة منصور هي ميس و ميس خليفة ومنصور طبيبة طبيبة هذيك طبيبة دونتيست وميس تونيزي وانستغراموز. معناها تبارك الله عندها ثلاثة وظائف ثلاثة مداخيل دونك هكا اللهم لا حسد. تمشي بالوزير هذوما تمشي بالوزير وزير السيدي نتاع وزير. باهي سيدي نمشيو مباشرة للروندة الأولى ولاية سوسة 41 عام لريم عبيدة. عسلامة ريم. مرحبا. مرحبا. شو حالك يا ريم؟ لاباس الحمد لله. صحيح كيفاش انتم؟ الساعة كل عام وانت حي بخير، غدوة راس العام الهجري. عايشك وانتم مجددا بالامس ان شاء الله كل عام وانتم بحيين بخير. ربي يخليك. العام تسكروا بالملوخيه ولا بالكسكسي انتم؟ بالمرمزه. بالكسكسي. بالله لحظه لحظه يا ريم خاطر سمعت جمله ما خندور وما ينجمش، فما حاجه تبدا تحك هكا. شنو هو بالسكر؟ احنا كيك منك ما ناكلوش كسكسي. سكر عامك بيش؟ بالمرمز. بالبصل معناه. عايش بيه. والله عرفته المخرج هذا جاي بطوله وكيف سمريه. ما دابك تقول لي بلي نسكر العام بالبصل يا خويا كيك احنا نحبوا كيك عايله بالبصل. بسبب اي بسبب بالبصل سبيب بصل كي غيب هايك بالبصل. ما نقول لك يا تسكر العام اخضر بالملوخيه. لا 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 والا بالكسكسي ابيض معناها. كان الفيدا. اسمع الفيدا خلينا نشوف ريم. الفيدا في الخدمه مش في التطشيب. صحيح صحيح يا خويا احنا يا خويا احنا ما زلنا قدام مش نعديه عام راقدين وبعد نقول لك اي نبدا العام بالاخضر وبال اي يبدا بالاخضر. يا اخي انتم مش بكم متحالفين فيا ولا حاجه هكا نستنوا فيك دقيقه ودرجه تسترجع يا ريم. تضحك ريم. صح عليك يا ريم. قل لي باش يوفى عامكم بالكسكسي ولا بالملوخيه انتم؟ اني اليوم ركبت ملوخيه وان شاء الله غدوه كسكسي. دونك اليوم تتعشاو ملوخيه. الفطور ملوخيه. ركبت الملوخيه ركبت تخلط غدوه. دونك باش يوفى العام كيف اخضر هكا ما نعرف شنو المقوله. كان جا عبد الحميد هنا وقال لنا شنو يا خويا تو نروحوا جا عبد الحميد ضربه ضربتين. كان جا عبد الحميد ما يعرف يعرف الامور هذه يعرف. ريم تحضيرات نتاع الكس كيف قديد غدوه عصبان شايح شنو الامور؟ لا بالراس عاد قديد وكسكسي وفول منفخ زيده وحاجه. بالله السيد هذا ظالم الكوت ديفوار بركينا فاسو خاطر معناها شنو كسكسي بالراس؟
هي قديش؟ أنا نعرف يتعمل بالكسكسي بالراس الواحد. يا ودي في راس العام الهجري رانا. هي الهجري كسكسي. ما نطيفوش يا لطفي بنت مرحبينا. بالله مادام ما يتعملش بالكسكسي بالراس. جديد في بالي علاش يعمل هذه أول مرة نسمعها. والله العظيم أنا المخرج باهت. فاشل يا فاشل يا فاشل. المخرج باهت المتبارية باهت العبيد اللي تسمع فينا في الكراهب راه ونسي الكل ماذا بيهم كسي بالراس توا في راس العام اي كسي بالراس اكلوه هذيك عرفتها عطيني زوز وهات ولو اللي سام اسمع قبيلك مرمز راه وقف الكرب وزاد ضربوا الشيء اللي سخانه 600 خير حرام عليك خير يا وليد خير شو كل الناس وصبرها وكل بلاد ورطان يا ودي ما فماش مرمز اش من صبر ما المرمز فات لك الكسي بالراس تصير ريم في بندقيه ريم ما تبدلش رايك اي سعيد خليك ما على رايك هذاك هو انت صحيحه هو قاعد يخلبض نعرف السخانه 50 كل واحد وصبره يرحم من خرى ورا يرحم والدي كهب لا يا ريم السخانه تاثر راي عندها مفعوله شنو مجنون السخانه تخطط عندها مفعوله السخانه عندها مفعوله خلي مهبولا من نجم نشوفوا حول الطرقات معناها فما اخت العروسه باش تعطيها كيفاش اليوم يجيبها في الاخضر اي بالغايه التسويق انف ترافيك ساعتين وعشرين دقيقة على FM أحلى راديو مازلنا واصلين معكم حتى للثلاثة متاع العشية ريم عبيدة هي المدبرية الأولى اللي باش تكون معانا اليوم نمشيو للمدبرية الثاني سي حسان حاج عمارة حسان حسان شنو أحوالك يا حسان الحمد لله شنو أحوالك والله الحمد لله حسان توفى عامك بالملوخية ولا بالكسكسي أنت؟ يبدأ بالكسكسي معناها غدوة كسكسي لا اليوم طيبنا كسكسي اليوم كسكسي وغدوة ملوخية كسكسي باش كيفيه باش يبدا العام اخضر تحب تقول صحيح وغدوة يبدا العام اخضر ان شاء الله اليوم برتقاني بالكسكسي اسمعني باش طيبوه الكسكسي بالله بالقديد والمرقاز مرقاز حبوا بسيف يقول لك بالراس ماهوش بالراس ما فهميش الراس ما عمري ما سمعت كسكسي بالمرقاز عمرك شنو؟ بالمرقيز مرقيز نتاع العروش هذاك يعملوه سبيسيال اي نعرف نتاع العروش نتاع الثعلب يا حسين خويا السيد هذا انا وليت شك في الجنسيه نتاعو باش نثبت بطاقة تعريف خاطر مع ريم تضحك من قبل هيك فهمت معناها وفاء العام نتاعو بالمرمز وباش يبدا بكسي بالراس ما حاجه ما نجمش امور يا خويا احنا عائله الاصل الاصيل اي عائله بنت قبلين من جنوب تفادي الاشهار مطمطه مطمطه انا 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 كان فما جماعه مطمطيه يسمعوا فينا توا صدقني رم تفخروا بيا ضربهم شوك لا تفخروا بيا رمسوا شوك بهريم حسين سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يكون ضمن فريق لطفي بنطقة ولا ضمن فريق صابرين خليفة منصور نبدأ بك أنت ريم 10 ثواني صديقتي السؤال يقول ريم سمي لي ثلاثة دول من القارة الإفريقية تونس مصر ليبيا صحيح برافو يا ريم خذيت برشا وقت شو خذيت ايش معنى برشا وقت كنت نجم تقول تونس تزير المغرب معناتها هي هاك تونس مصر ليبيا في برشا وقت هي تحب تمشي لمصر هي مغرومه بالشيره الاخرى شو نكون فيها المراه معي سبحان الله اللي قعدنا نحكيو فيه احنا على اجابتها خوي للامانه السخانه عملت فيهم يا ريم ظهر فيهم واللي مشيت جمعه هكا واحد جماعه لبنان مش كيفنا صابرين اي عندي هوتيم لغاتك الهوالي غادي فينو شبيهم احنا زواو انا والله العظيم ميسيرش انا ماك تعرفني نحكي كل شيء سيدي تعرف حتى المستمعين نحكي لهم كل شيء انا عندي برشا اصدقاء في لبنان استدعوني على جمعه من زمان والله ديما يستدعوا في من في مره في الشهر صدقني يا لطفي باش نقول حاجه بالحق للناس اللي تسمع فينا معنا ومو هكا كلمه تعطي شويه لا تعطي شويه مورال معنا بعد ازمات اللي صارت في لبنان السنه مع عمناول وبعد الانفجار وبعد الكريز ايكونوميك تمشي غادي تلقى ناس عاودوا وقفوا على ساقيهم بلاد عاودت خدمة احنا عاودنا تربعنا والله سي تريز امبورطون هذيك الحكايه كلها في المخ صح عليهم والله صح احنا عندنا مشكلة السيونس مونتاليتي
اي هما احنا ما وليد عم. وليد اعمل علي رونفوان ولي نمشي نبدل عليك مريض. امشي والله امشي ما 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 اصدقائي نمشي تكون قاعد نمشي بالله اسمع صبري امشي امشي نهز باسبور يقول هني جيت بالله ما توكل ما مش مرمز ارجع لي للمرمز تو حير لي حكايه المرمز شنو تاكلوا غير التبولي تبولي فتوش بايرين في ثلاثة ثواني برافو ريم نمشيو لحسان حسان اي حسين ما موري صعيبه شويه في هالشيلي سخانه لبس سخانه اليوم يلزمها مليون يبردوا على القلب صحيت مليون صحيت اي ما يلزمك جاف في قمت الثواني يا حسين حاضر اوكي حاضر السؤال يقول يا حسين سمي لي ثلاث عواصم من المغرب العربي مروك وجده عواصم مش المغرب والمغرب الاقصى مش المغرب المغرب البلاد مش المغرب العربي المغرب العربي الكبير تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر القاهره يا حسين يا حسين القاهره ليه ومصر ليه المغرب العربي شكون فيه فيه ليبيا وفيه الجزائر وفيه المغرب وفيه تونس العواصم هما تونس موريتانيا موريتانيا عفوا دونك نوقشط عندك عندك طرابلس عندك الجزائر الجزائر وتونس وليبيا ثلاثه هما مصر والذكم مصر واللي قلت انت قلت مصر ليه مصر ليه 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 ما قلتش مصر ما قلتش مصر قلت مصر شو انا قلت مصر بالله وين قلت مصر انا قال مصر قال مصر شير بدو غلطه قال مصر ولا انا تخيل تتخيل مصر ليه علي. مصر لا اما هي صحيحه نوخشوت كملت لك هي موريتانيا بعثونا الدار البيضاء دهنوها ما عادش بيض شو وليد بورتغين بورتغين يلا ريم لك الاختيار لطفي بندقه والا صابرين اي لطفي بندقه تحب تاكل المرمز انت ليه؟ تحب تاكل المرمز اي يا اخوي اعترض على حكم الله هي تحب تاكل المرمز يا اخوي انا شوف انا اللي عليا بنصيحه النصيحه نتاعي هو اني انا ديما نحكي الهستوريك انا حتى الحاجات القديمه حتى جمهوري باش تفرقعوا نحكي الحاجات اللي صارت انا نحكي الوقائع الوقائع والنتائج والاحصائيات تقول ما تخليهش ياثر عليك اللي لطفي بندقه عنده انتصار على 10 أمان ليه عليش عليش مخي رايب اليوم على قداسة المخز على 20 انتصار على 20 بو أنا أسحب لا عاد لا كتقول انت عزام على 10 معناه طيح لي مرالي مراد طيح لي مراد مالكي ريم ريت كيفاش يقهر فيا ريم تتحمل مسؤولية الاختيار متاعك ريم مع لطفي بندقة سي حسين مع صابرين مع سي حسين يلا ننتقل في سؤال الأولوية السرعة لطفي صابرين السؤال يقول عاصمة كرواتيا زغرب 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 جواب صحيح برافو لطفي ما يحب الكورة ما يحب الكورة مغروم بالكورة يحب كرواتيا ويحب رئيس كرواتيا ويتبع خطر مغروم بالكورة هو صحفي رياضي دونك لوجيك اختي هكا بدينا انت معنا كيفاش نقولوها بدايه قويه بدايه قويه العبره بالنهايه صحيت العبره خواتيم يلا ريم لطفي بونت خسوال على نقطه 30 ثانيه تتشاوروا تعطيوني الاجابه قبل ما يوفى التوقيت السؤال يقول من هم اول الشعوب الذين استعملوا خاتم الخطبه او الزواج اقتراحات العرب اليونان والا الرومان شكون الاولانيين اللي لبسوا كان خاتم اي عندكش انت اجابه شكون لبس الخاتم تاع الخطبه هذيك اليونانيين انا نقول العرب امشي معايا هذول انا صحيح ماشي توكلوا على ربي يلا العرب اوكي جواب نهائي نهائي يا ريم نعم انت تبعته تبعته حسيتك تبعته قلت لي حسيتك تبعته انا ما تناقشت معاه يعني خذيه هو القرار هو قرار وان خدينا حاجه مي هو اختار اختار العرب هو العرب يا ريم تعرفوا كل يقول لك من انذر فقد اعذر احنا قاعدين نلعبوا كيما خلينا نحكي مع المتبيري كنت غلطت الغرب سبحان الله خلينا نحكي مع المتبيري يا مرمز
خلينا نحكي مع المدير يا ريم. شنو هي مرمز هذه؟ ما عادش تعاودها ساعه. انا اسمي لطفي بنت. شنو هي مرمز هذه؟ هي اللي مغروم بالمرمز. انا تبولي انا. ريم انا نصحتك من الاول ولا ايه؟ نعرفوا في الصيف نعرفوا الروند مو يطيح. موش العرب سي لطفي للاسف الاجابه غلطه، هما الرومان. الرومان وكان الخاتم مصنوع من الحديد، وبعد جاءوا الفراعنه وعملوه المصريين وعملوه من الذهب الخاتم. مين عم؟ سبحان الله. اجابه غلطه. سبحان الله. سؤال ذهب الى حالي منثورة. مازال نلعبوا احنا، نلعبوا احنا، نلعبوا قاعدين نلعبوا. هي اسمها لعب. العب يلا، ما اسمهاش قمر يلا. العب يلا. يلا سؤال الاولوية مرة أخرى. صابرين لطفي. سؤال يقول ما هي لغة النمسا؟ الألمانية. اللغة الألمانية. جواب صحيح. ملا لطفي. ملا لطفي. اسكتي صابرين. بامبي فيه كرة الباسكت. عندي برشا ما لعبتش نسيت كذا. صابرين ما فهمتش بيك. ما بيك يا صديقي. ما نعرفش كرواتيا عاصمتها، ما الألمانية نعرفها. مالوغوزمون. سبقك عمك لطفي. يلا ريم فرصة أخرى، نقطة أخرى. السؤال يقول الفازلين مادة تستخدم في صناعة الأدوية والتجميل، منين تستخرج هذه المادة؟ الاقتراحات من البحر، من الكالاتوس، وإلا من النفط؟ هاي عندكش الإجابة يا مدام؟ الفازلين من البحر ولا الكالاتوس هكا؟ هاي الكالاتوس الكاليتوس هي مكتوبة، وإلا النفط. كل واحد جيب كاليتوس على روحه. هاي عندكش الإجابة مدام؟ ليك لطفي عندكش أنت؟ والله ما ندري. اسمعني أنا نمشي للنفط. تمشي نفط. النفط هاي نمشي للنفط. انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. ليه عاد شنو اللي انت التوقيت؟ ما نزيدش على بزر. لا 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 عاد. ليه عاد وليد صديقي؟ انتهى التوقيت. انتهى التوقيت. تجاوب بالزهر قاعده يا سعد. نفط يا ولدي. قلت لك النفط. اي جاوب بالزهر. طب انا يفوت ما عندكش. تو ديما تقول عندكم الوقت ميساج. تو جيت نحن تقول انت التوقيت وليد. ما سمعتش الموسيقى. انت زمرت ما تحبش تمشي. انت التوقيت. كيميني ما تحبش تمشي. انتهى التوقيت. الفازلين مادة تستخدم في صناعة الأدوية والتجميل، تستخرج من مادة النفط. جواب صحيح. والإجابة نتاعك أنت ما كانتش عندك الإجابة. وفي الوقت وجاوبت بالغلط بالزهر. هي قالت صحيح النفط. هي قالت النفط. هي مولات المول قالت علاش نحيلها في ما نزلتش على البزار. علاش تقهرها؟ علاش تقهرها في القائل المواطن؟ هي قالت نفط بعد ما انت قلت، اما نزلت على البزار. شو شو كي تحب انت هكا تعمل الحكايات هذوما. نمشيو لكيستيون باراج. نمشيو لكيستيون باراج. لطفي بونتخا خلي خلي الجامعه نتاع كره القدم. خلي خلي عندك روح رياضيه. انا اكثر من الرياضيه هذه. اي حق عبيد معناها ما تعرفني عادي. فكت لهم حقهم. جاوبت بعد الوقت. دونك نمشي وليد عادل يا خويا تو جي اسمع. هاو الصحيح. نعرف مطرب لبناني اسمه وليد عادل. يلا وليد عادل. يلا سيدي السؤال اللي باش يفصل المباراة بعد زوز اجابات غلطين من لطفي بنطقة. سؤال كيستيون باراج. يا ريم يا حسين صابرين لطفي، من سيكون الاسرع؟ السؤال يقول له. من هو اول انسان قتل على الارض؟ هابيل. هابيل جواب صحيح. عدت نخمم قابيل ولا هابيل. هو قابيل قتل هابيل ابناء سيدنا ادم عليه السلام. والغراب علم خوه كيفاش يدفن الجثه. دونك احنا تعلمنا طريقه الدفن عن طريق الغراب. الغراب. صابرين معك حسين. حسين اي نعم. قعد ساكت 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 ساكت. تخيل حسين ها وجات هناني بناني. ان شاء الله مربوحه يا حسين. اي حسين والله هيك بس روحك يا حسين. حسيت وريقت حسين هز النوم مسكين. سخانه خالك سخانه. حسين اي فيق لي عاش خويا 1000 دينار. ركز تشاور انت وصابرين تعطيوني الاجابه قبل ما يفات التوقيت مع العلم. اذا كان جاوب غلط صديقي العزيز ريم تمر للدور النهائي. السؤال يقول من هو مؤسس علم الاجتماع؟ الاقتراحات ركزوا. مؤسس علم الاجتماع ابن سينا، ابن الكثير، والا ابن خلدون؟ سكيسيور مش ابن سينا، يا ابن الكثير يا ابن خلدون. ابن خلدون هو عالم في
الاجتماع، اما ما نصورش هو اللي اسس العلم الاجتماع. دونك نمشيو في ابن كثير حسب الـ الـ التخميم متاعي. اش قولك؟ ابن سينا ما عندوش علاقه بعلم الاجتماع. اي انت التوقيت حسين باش تبع صابرين. اش اخترت صابرين انت؟ ابن كثير. هي اختارت ابن كثير وانت حسين يعطيني ابن سينا قال هو ابن كثير. تبعت صابرين ابن الكثير. به مؤسس علم الاجتماع انا ما مستغرب حقيقه. مستغرب عليش خاطرك انت قلت ابن خلدون هو عالم. اي ما في بيش هو المؤسس عالم عالم اجتماع كتب عالم ابرز اجتماع. الممالك في ابرز المسالك في معرفه احوال الممالك. شكون هذا؟ شكون هي بتسالي عني بي احمد بن ابي ضياف؟ اه وي وي كتب مقدمه. المقدمه ابن خلدون هي في بيش مؤسس هو مؤسس علم الاجتماع. غلطه قلت هو عالم أي اجتماع. اي واستبعدت ابن سينا. اي ومشيت ابن كثير. كثير حسين مشيل ابن سينا ومن بعد استبعد ابن سينا وتبعك انت لابن الكثير. مع العلم اللي انا استنيت منك انك تقول له ابن خلدون لانك انت عندك المعلومه هو عالم اجتماع. صحيح. الاقرب انه يكون يا من هو قلت مؤسس. ركزوا في سؤال مؤسس. غلطني نحترز. انا غلطتك. سمعني واحد يقول ركز في سؤال معناها غلط. قلت مؤسس. ايزي يا صابرين عمرك ما ترمي الاخطاء نتاعك. هيك هيك صابرين على غيرك. صديقي حسين للاسف هو ابن خلدون. ولد في تونس وشب فيها وتخرج من جامعة الزيتونة. أصله من الأندلس ويعتبر مؤسس علم الاجتماع وفقيهها. يا صابرين للأسف حسين صديقي مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من أداة اتصال تونس. مبروك عليك حسين. ريم نعم. آي يا سيدي إذا أعطاك العادي لا تشاتي لتبات لا المرمز جيب برا ولا الكسي براس جيب وان سألتم الله فسألوه البخت. صابرين غلطت. مبروك عليك دور نين. نتلاقاو بعد شوية ريم. ماشي عايزك. لطفي بنطقة أفحمتني اليوم بالفشل لكن نربح خويا. فاجأتني بالفشل. العبرة بالخواتيم وبالنجاحات. أنا كي ننجح ما نجحات تحكي عليهم. ما نجحش ترشحنا ولا؟ ها؟ أخذوا طيب كوفتي. صح أخذوا راك الكوفتي. كيف كاور بالضبط. أوف هذا شبيه تونس. شبيه تونس كيف كاور. ربحت فرنسا. شبيه تونس. لا لا مش نحكي. ريت كيفاش ننقزموا بعضنا. لا لا خليه. يا رسول الله. به روندا أولى ينتصر فيها لطفي بنطقة. بعد شوية الروندا الثانية عفوا. ترتاح صغيرة مع البيب راجعين. ساعتين و37 دقيقة على FM أحلى راديو. مازلنا واصلين معاكم حتى للثالثة متاع العشية. روندا ثانية بين لطفي بونتقة صابرين خليفة منصور بعد انتصار مظهر برشا لطفي بونتقة حقيقة. على قلوبها ترزق. كيفاش؟ على قلوبها ترزق. الواحد وقلب اعترض على الحكم. قلبك حلا. لا يعني هو يا بنتي انت قلبك برتقاني ها وقلبه. قلبين هاك حلا. معين. يا لطفي بونتقة. تحب عبد الحميد قياس أكثر مني أنت. يا لطفي بونتقة. وديما تربح في عبد الحميد. ربح في عبد الحميد هذه تهمة خطيرة راهو النجم يشكي بيك به. تعال هذا والله مانيش باللازمه مانيش كيبيك. باللازمه يا لطفي بنطقه مانيش كيبيك. اش كيبيك؟ يلا سيدي نمشيو للروندا الثانيه مباشره من مكنيه 42 عام. ايناس دريدي عسام. ايناس اش حالك يا ايناس؟ عامك مبروك ان شاء الله. كل عام انت حي بخير. وعليكم على الامه الاسلاميه زمان يا رب. امين يا رب العالمين. ايناس كسكسي ولا ملوخيه؟ كسكسي ولا ملوخيه؟ لا اليوم كسكسي يوم فرنسي. طيب شكون لي لازانيا انت؟ ما انا عامل بالملوخيه. الكيفيه نتاعك حسيتك باش تقولي لازانيا. لا عاد مش هالسيفون. صحيح. دونك اليوم شنو هو اليوم؟ كسكسي. اليوم كسكسي وغدوه ملوخيه باش يبدا العام اخضر. اخضر اكيد. ان شاء الله يا ربي. امين على الناس اللي تسمع فينا الكل. السلام عليكم. امين يا ربي. به ايناس ما عندكمش مرمز ولا حاجه؟ لا لا ما عندكمش كسكسي بالراس ولا حاجه؟
انا غيالمون انا الراس ما نحبوش. اما هو الكرسي باش بالقدي ولا لا؟ اتعمل بالراس ولا لا؟ خليها تجاوب خليها تجاوب، ما تبداش تاثر فيها. نسال فيها كفتيك كفتي بالقديد وبالفول اوكي، وفما ناس يعملوا كفتي بالكتف نتاع العلوش اللي يخلوه من العيد. المهم الراس موجود فيه هكا كسي فوق وراس علوش. لا 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 باه صحيت ميرسي. شكرا قاعدين نثبتوا احنا توا مع سامحني مع مختلف. شكرا كل تكرهوني. قاعدين نثبتوا مع مختلف مكونات المجتمع نتاعنا او قبيلك قالت لي وتوا الناس قالت لي. خلينا نمشيو للمتبري الثاني ريان 36 عام يوسف حمدي عسى يوسف. مرحبا. شنو عليك يوسف؟ شو التصفيق نتاعك؟ كاين اسم بدري لاباس يوسف. الحمد لله لاباس عايشك خويا ربي يفضلك. باهي يوسف سؤال، ملوخية ولا كسكسي الساعة؟ اليوم كسكسي غدا ملوخية خويا. اليوم كسكسي غدا ملوخية، باهي الكسكسي باش يا يوسف. بالحمل علوش عادي. بالقديد مش بالراس. لا لا بالقديد. صحيت، ما عندكمش مرمز ولا حاجة. لا لا ما عندناش. الحمد لله رب العالمين. إجا وحدنا عاملين مرمز. يا ودي احنا عندنا ستة متبارين، توا أربعة أربعة. الأربعة كل واحد من جهة وكل واحد من ولاية وكل واحد عنده ثقافة معينة. الأربعة ما فماش هذا كسي بالراس في راس العالم. احنا الأربعة ما فماش المرمز. دبروا علينا، احنا عبوا نعملوه خير بالكسي وفي الليل المرمز. يوسف ربنا يخليك للفشل يا رب. وزين المخرج يكرهني. فما عملية مؤامرة. به إيناس يوسف سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة فيها قال توقيت عنده حرية الاختيار يكون ضمن فريق لطفي بنت خليق بليك ربح بالزهر وإلا مع صابرين خليفة منصور. حتى بالزهر ما ربحتش قول. حتى بالزهر ما ربحتش فهمتش علاش. نبدأ بك أنت إيناس. هاي حاضر إيناس إن شاء الله. يلا 10 ثواني إيناس أعطيني ثلاثة إجابات بأقصى سرعة سؤال يقول سمي لي ثلاثة وسائل نقل النجم نسافروا بهم. الطيارة الباخرة والترام. والترام ثلاثة إجابات صحيح. برافو إيناس. 4 ثواني يا إيناس. التراه كيف استبطيته شوية أنت. ضيعت فيه على الأقل زوز ثواني. 4 ثواني إيناس ثلاثة إجابات صحيحة. نمشيو ليوسف. يوسف يا جوزيف. نعم خويا. يا يوسف حاضر. حاضر. يلا يوسف 10 ثواني صديقي مطالب انك تجاوب في اقل من 4 ثواني يا سؤال يقول سمي لي ثلاثة مذيعات توانسة. مذيعات توانسة ولا شيء حتى مذيعة يعرفين وليد زريعات اي ما الحمد لله رب العالمين. باهي ميسال شوز فاي خلي اسمع بتبيعتها ليديز فيرست ديما نسبق ونسيق بالنا هكا ولا لفهم دابور. يلا ايناس لكي الاختيار لطفي بنطقة وإلا صابرين خليفة منصور. لطفي بنطقة. اي دولاركم من مصدومة بلغتي غنيت مصدومة سيد المخرج. حبش نحكي برشي. لا نحب ننتصر فقط. به ايناس مع لطفي والحاجة مستغربة. يوسف جوزيف على اسم عندي صديقي أسمع. لبناني جوزيف نحبه برشا دونك اسمه على اسم يوسف جوزيف. يوسف يوسف معك صابرين خليفة منصور ان شاء الله. انت كان ربحت في القرعة شكون كنت تختار؟ رزق قال يوسف باهي باهي فهمت كيف يا يوسف باهي. يوسف كان ربحت في القرعة شكون كنت تختار للأمانة؟ لطفي بنطقة. الله من اللي قال باهي فهمت والله من اللي قال باهي باهي تي مثير شي مع صابرين مرة برك فهمت كيف خلي مع صابرين حبيت لطفي خويا تحية ليك والله محلاه والله دولار وطالع لطفي مانيش مصدق ما عرفونيش من غير مكياج ما تحبش تحكي ياسر ما تحبش تحكي قريب يطيح من الكرسي عملت تورتي من الكرسي فيس عملوا قلتوا في رويحنا احنا ديما فيس قاري البرا انا خويا فسرت دي زمين عملك باهي لطفي بنطقة صابرين خليفة منصور. يلا سؤال الأولوية من سيكون الأسرع سؤال يقول علم البيولوجيا شنو هو؟ بيولوجيا علم الأحياء. علم الأحياء صحيح. الإنسان والحيوان والنبات والنبات هي طبيبة. الإنسان حيوان نبات أي حاجة حية هي طبيبة. هي طبيبة صحيح. أحسنت يا صابرين علم الأحياء هذاك هو علم الأحياء.
مش بيك شديت في طبيبه هي طبيبه هي جاوب انا سويت تبعها غلبتك وكها وشنو هي سويك تحكي لي انا على حد دوميني انا نبدا قريب اكثر هي دومين الطب تحب تحل زرستك تو تفضل يلا صابرين معاك جوزيف هاي يوسف يلا يوسف استحملني مسج هاي يا يوسف صديقي 30 ثانية سؤال على نقطة سؤال يقول من هو أول من استخدم الشوكة أثناء تناول الطعام الفرقيتا اقتراحات نابليون لويس التاسع وإلا أوري الثالث تعرفها ولا المعلومة أوري ما نعرف أنغي حتىني نعرف أنغي من عشكونا ما في كفما كان أنغي الثالث دونك شحطوه هو هي على باس طليانية الحكاية هو كيخدي واحدة طليانية جبت معاه في زيزها الفراشت دونك تعرفت بي هاي أنغي لتخوزين واحد بالهوريات عجبني زيز حطوا أنغي يوسف يوسف نحطوا أنغي حطوا أنغي يوسف حط صاحبي حط هذه معك ملا يوسف ملا محلا به يوسف من الأول اختار الملك أوري الثالث وصابرين شاطرته الرأي وما فهمتش القصة اللي جبتها منين متاع الـ أرجع في الاستوار أرجع خذي إيطاليانية وجبت معها في زيزها خطر هي جابوها لإيطاليا تولي هي أول من استخدم أي ما تعرفت هو ما كانش معروفة هيك يا خذيت الملك تعرفت دونك هو وقتها عصر النهضة دونك أي حاجة يعملها الملك باش تتشارك عصر شكون؟ النهضة فهمت مش نفسها بديان دونك تعرفت بالملك خط الملك هو اللي نجم ما نقول لكم في البلاتو دي ماش تحكيو سياس تو تسال فيها انت تو تسفز فيها تو شو معناتها هاي انت ستبربش مو الكلمة مداولة ويني احنا العب يلا جو ايه انا شخلت اخينا اشتحت يلا انا العب يلا في حافظك اكثر من مكتوب يراني خليني تمشي لبنان وحافظك وهي زيدني معك انت حافظني اكثر مكتوب تلف تلقى مكتوب في مكتوبك الوزني الله 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 يا سلم به يوسف اول من استخدم الشوكة اثناء تناول الطعام هو ملك اي وكان من اشهر الملوك اللي قاموا باستخدام الشوكة وكان له أثر كبير في الاستخدام متاعها هو أوري الثالث صحيح مع العلم اللي أدوات المطبخ وتناول الطعام كما الشوكة والسكينة وما تبع ذلك تعرفت على الفرنسيين أكثر وتعرفت بهم هما وتشارت بهم هما دونك الملك أوري الثالث نقطة أولى برافو صابرين برافو يوسف تأكد لكلامك وليد أي. ريستو 3 فورشيت أو لا لا كومون ريستو 3 فورشيت ريستو 3 فورشيت فورشيت تعرف قداش صحن غادي أنا صحن كنت نشريه تكلم تحس 3 فورشيت في راسك تضربوا الكل خويا خلينا في مطعم نور ومطعم شعبي شعبي أعطيني ماكلة بنينة خويا عروبي أرجع للمرمز صحي طيبة ماكلة العربي ما تقى كان غادي شنو مرمز بنين وين تقى اما راس العام عند لطفي بندقه في دارو بالكرشي بالكرشي زاده يلا سؤال الاولوي لطفي باش تعادل النتيجه والا لا السؤال يطرح نفسه السؤال يقول شنو نسميه البوليس الدولي لانتربول لانتربول جواب صحيح برافو انت قلت تقول انا الحمد لله مجاوب سخانه هي خانة تعمل ما يحبوا بزيد فيديوهات على تيك توك هي الحق قتل الحماية خاطر هما نقاهم في المطار الحماية المدنية بوليسية هما معنا ديوانة ديوانة تبعنا وزارة وزارة كيف البوليسية الداخلية لا المالية صحيت يلا ما نعرف لطفي بنطقة إيناس فرصة باش تعادلوا النتيجة يا إيناس السؤال يقول وين يجي وادي الموت الاقتراحات كندا كاليفورنيا وإلى المكسيك يا شبيه يضحك قبل ما نجاوب وذي عشبكش بدلونا المخرج ليزي طويل وعنده بريات ليزي اسمع وين يجي وادي الموت كندا كاليفورنيا المكسيك كاليفورنيا أي عندك الإجابة ولا ما نعرف أنا شيكة ما بين كاليفورنيا والمكسيك أمشي في كاليفورنيا أمشي أنا نفسي ما تكلم لطفي بنطقة. إيناس. متأكد برشا.
ايناس باش تبع لطفي؟ يلا يلا بينا يلا. لطفي للامانه تجاوب الزرقاء. ايش عليك فيا؟ ربي يعطيني الهمني تفك لي الهامي. تبعتك مشيت للبنان انا ما تبعتكش والله. ما عندكش ما عندك حتى شك اللي هو ينجم يكون غلط؟ ناس حسيت تبعته هكا كان جاوبت صحيح. ما نقدرش نكسر كلمه استاذي. اه لا لا استاذي يرحم من قره ورا. اش قريتها استاذه؟ لا يظل قرات الكتاب نتاع بندقيه. انا عامل كتاب وغيري مشى لبنان ما عملش كتاب صفا. يا والله هذه لبنان. مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت خويا. ودي ما تمشي وحنا ساكتين. ايش بيهم استدعونيش انا؟ اصدقائي نحييهم بالمناسبه. قالت الروح حبوها تونس. يحبوا تونس والله يحبوا تونس. هي انت تمثلنا احنا 12 مليون. ما كل مره يمشي واحد. برشا توانسه يمشيوا غاديك. كل مره يمشي واحد هو المخرج ينجم يمشي. باه. فضحني. يفضحني في كل حته قالوا. ايناس وين يجي واد الموت؟ هو واد موجود في كاليفورنيا فعلا وسموه واد الموت على خاطر كانوا لي شرشور اللي لوجوا على الذهب واللي نقبوا على هاك الاثار وكذا وكذا يشقوا الواد هذايا. دونك لقب بواد الموت خاطر الصعيب الشقان نتاعو. صحيح. دونك ورغم اللي مات فيه حاله وفاه واحده بركة دونك وما الجريسا قعد الوجين نتاعنا شو سميهم لقب بوادي الموت. ما نعرفش به لقطه التعادل ولو انها راي بالزهر ومتاكد انا شو اللي تلعب لي على اعصابي انا. اي بالزهر بالزهر. لا اخي جاوبتك بالزهر. نقطه مستحقه. دونك نمشي مباشره للسؤال اللي باش يفصل المباراه. قبل هذايا نشوفوا احوال الطرقات ونشوفوا شنو هي الدنيا سيركولاسيون وين لومبوتياج وين. معايا بالغايب توت سويت لانفو ترافيك. ساعتين 53 دقيقة على FM أحلى راديو. مازال نواصلين معكم في الروندة الثانية. سؤال اللي بشوف المباراة بين ايناس ويوسف بين لطفي وبين صابرين. سؤال الأولوية. سؤال يقول من هو كليم الله؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا محمد. سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه السلام هو كليم الله. لطفي جواب غلط. صابرين لك الكلمة. معك يوسف هكا ولا اي يوسف؟ اي يوسف 30 ثانية صديقي. أسوال يقول من هو أول خليفة في الدولة الأموية؟ الاقتراحات يزيد ابن معاوية، عبد الملك ابن المروان، وإلا معاوية ابن أبي سفيان. أول خليفة في الدولة الأموية عندك فكرة؟ والله ما عنديش فكرة. يزيد بن معاوية، عبد الله بن مروان، معاوية بن أبي سفيان. معاوية يظل لي يعني. ما منيش شور الحقيقة. عبد الله يوسف عمل على روح. معاوية. جاوبني ايه يوسف؟ ايه معاوية. ما عندي برشا توقيت. من هو أول خليفة في الدولة الأموية؟ يزيد ابن معاوية، عبد الملك ابن المروان، ولا معاوية ابن أبي سفيان؟ جاوبته معاوية ابن أبي سفيان. صابرين ما عندهش الإجابة. يوسف هو اللي جاوب وجاوبه صحيح. مبروك عليك يوسف الدور النهائي. نتلقاو بعد شوية. إيناس الله غالب صديقتي مبروك عليك. بون داشا قيمته 100 دينار من اتصال تونس. إن شاء الله كل عام تحب خير يا إيناس. ربي يفضلك يا إيناس. ميرسي بوكو. نتلقاو بعد شوية في الدور النهائي. ديريكت نمشيو ديريكت للفينال. لا سيد المخرج، المخرج ضربته السخانة. مشيو الفينال ولا كيف؟ بشكون يوسف وشكون آخر؟ شكون آخر معنا احنا؟ يوسف شكون في ال اي روندا الثالثة؟ شكون اعطيوني شكون روندا الثالثة؟ سيد المخرج يوسف وريم. يوسف وريم موجود. يوسف معنا ما علقش. يوسف ما علقش. ريم موجودة زادة. ريم السرعة في الانجاز. ريت سافرت وجيت ولا فما تكنيك جديدة ما عادش يخرجوا بيطلبوا ديريكت متبارين. صح يا سيد المخرج. نعتذر للسادة المستمعين. ريم نعم شاركت مع لطفي قبيلك. اي ويوسف شاركت مع صابرين. تحبوا نواصلوا بنفس القرعة ولا تبديل سروش فيه راحة؟ نكمل. انا باش نكمل كيف انت تكمل مع لطفي ويوسف تكمل مع صابرين.
نكمل مع صابرين. يلا نمشي مباشرة سؤال الأولوية صابرين يوسف أسوال يقول حاضرين حاضرين قداش فما من نسبة ماء في الكرة الأرضية؟ فما اليابسة فما الماء. اه 70% 80 هي ما نعرفش هي 71 ليه عاد ليه كمي مش نعطيك بالواحد لا 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 ما لما تجي تحط 70% سامحني هيك اش نعرف يعني 90% هي شاحت الامبورسون بسخانة تاع اليوم شاحت شاحت اجابة صحيحة عندها اجابة صحيحة ليه والله ليه والله شاحت والله نعترض 71 وهي تقول 70 وتقول اجابة صحيحة وين المخرج ما قالش بيا ربي عاد هكا لا اجابة غلط ليه عاد وليد حرام عليكم هكاك حتى المستمعين غلطوا 71% 71 شاح شاح باهي يا خويا عندك حق خويا حقك تاخذ حقك تاخذ بالفكير عصبي يلا ريم ريم نعم 30 ثانية ريم تتشاور انت لطفي تعطيني الإجابة قبل ما يفات التوقيت ما عادش عندي برشا توقيت والله عجبني لطفي يضرب حقي مع جمهوري شكون أول الشعوب اللي بدات الكتابة على الورق الاقتراحات الصينيون ولا الأمريكيون ولا العرب عندكش إجابة أنت الصينيون الأمريكيون العرب 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 بمشي في العرب جاوبني هي يا ريم نورمالمون نهائي نهائي قبل نورمالمون قداش العرب كانوا سباقين في كل شيء سبحان الله الإجابة العرب تحديدا بلاد الرافدين العراق العراق عايش خويا أي وقد أنشئت أول ورشة لصناعة الورق في بغداد خلال فترة وزارة الفضل بن يحيى البرمكي وهو تركي الأصل برافو لطفي نقطة أولى نمشي مباشرة سؤال الأولوية السؤال يقول إيموفوبيا هي الخوف من شنو؟ من الدم من الدم جواب صحيح إما إماتو هي الماتير الماتير ماتير طبيبة إماتو يلا صابرين معك يوسف يوسف 30 ثانية باش تعدل النتيجة صديقي سويلي يقول شنية الغلة الموجودة على قمة كأس ويمبلدون للرجال الاقتراحات تفاح ولا الأناناس ولا البطيخ جاوبونا توا يظهر لي أناناس يظهر لي أي خاطر حاجة غالية ما أنت عندها فالور ما أمبوسيبل البطيخ ما أنت قولوا أناناس أناناس نمشي جواب نهائي أي ما أنا بالشوا الأناناس على خاطر فعلا وقتها الأناناس كان غالي برشا وما فهميش موش موجود ياسر دونك إجابة صحيحة الأناناس يلا كيستيون باراج سؤال باش يفصل المباراة بين لطفي بين صابرين إذا كان واحد من الكرونيكور خذ الأولوية جاوب صحيح مبروك على المتبري نتاعو 1000 دينار جاوب غلط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يفوز بال 1000 دينار السؤال يقول أكثر تطبيق من من وسائل التواصل الاجتماعي تنزيلا سنة 2020 هو تيك توك تيك توك جاوب صحيح برافو صابرين يلا صابرين يوسف 30 ثانية سؤال يقول ما هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ الاقتراحات جزيرة أيرلندا وإلا جزيرة صقلية وإلا جزيرة مالفيل إيرلندا إيرلندا اللي بحذا لانجلتير؟ لا بحذا برج العامري أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط صقلية يبالي إيرلندا البلاد ولا جزيرة؟ إيرلندا البلاد كنا بلاد ماهيش في البحر الأبيض المتوسط يلا حسين جزيرة ميلفيل ولا جزيرة صقلية ولا جزيرة أيرلندا أي يوسف 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 جاوب يوسف معاش وقت راه يوسف ما عنديش إجابة ولا معاش صقلية مالا خلية صقلية جاوبني هاي صقلية جاوبني هاي يوسف كاوي جزيرة صقلية 25 1708 كيلومتر مربع وهي أكبر جزيرة في البحر المتوسط
ومنطقة ذاتية الحكم. جواب صحيح، مبروك عليك 1000 دينار ونادي اتصال تونس. مبروك عليك يوسف ريم، مبروك عليك بوند اشا قيمته 100 دينار ونادي اتصال تونس. لطفي بندقة، عامكم مبروك ناس كل. ميرسي بوكو لطفي، عامك مبروك. صابرين، عامك مبروك. امينو في الاخراج، ايه بالغايب في الاعداد. تحية كبيرة فريق اف ام تي في والديجيتال، سلموا عليكم برشا. ايمان، ايهاب، نقول لكم كل عام وانتم حايين بخير. نتلقاو بعد غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. ترقصي ناس كلنا.